حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حل له شفاعتي يوم القيامه